بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو بدي أشرح لكم موضوع الـ functions. فمن المرات القليلة ممكن اللي بستخدم slides، بس لأنه بداية الـ functions فيها شوية أشياء زي بشرح لكم إياها في الجامعة، فما بدي أطلع عن الإطار اللي بشرحوا فيها. بعد هيك رح نروح على الكود بلوكس ورح نكتب كودز ونفهم كل شيء بالتفاصيل. ففيكم تعتبروا هذا الفيديو هو زي الأوتلاين العام، والفيديوز الجاي بتشرح بتفاصيل أكثر بكود أكثر، مش بس حكي على سلايدز. أوكي؟ طيب، بمبدأ الفانكشنز بشكل عام أو كلمة function معناها، يعني فهموها، أنا بفضل تفهموها بهذا الشكل، إنه مجموعة أسطر برمجية، جمل طباعة، حسابات، و و و نسميها باسم. مثلا بدنا نسميها أحمد، وهي بداية أحمد وهي نهايته مثلا، تمام. فهي كل هاي الأسطر صار اسمها وكأنه اسمها أحمد، وبنقدر نمرر لهاي الأسطر البرمجية زي قيم تستند عليها. يعني مثلا أحمد بأخذ قيمتين سميتهم X و Y، ومثلا بحسب لي مين أكبر فيهم، تمام. فالفانكشن هو فيه له اسم، لازم يكون فيه له اسم، ممكن يكون يأخذ زي مدخلات لهذا الفانكشن، وفي النهاية بخلص الفانكشن عند نهاية هاي الأسطر. هلا الفكرة في الفانكشن عند في أي مكان في الكود، يعني هاي عندي المين بيكون ينفذ هيك، في أي مكان بروح بكتب مثلا أحمد وبعطيه مثلا 5.2، بعطي قيم لهاي المعطيات، فبالتالي بروح بنفذ كل الأسطر اللي جوا الفانكشن اللي اسمه أحمد. في الآخر برجع لي زي نتيجة، مثلا بدي أسميها مثلا زي بتساوي هيك، تمام. طبعا طريقة الكتابة ككود أنا راح أفصلكم إياها بالتفصيل في الفيديو الجاي، فما تقلقوا، بس الفكرة في يعني نظرة عامة هي شو الفانكشن. طب ليش نستخدم فانكشنز؟ ليش ما نكتب هاي الأسطر هون في الكود وخلص، فيش داعي إن نقعد النادي أو شي زي هيك. بس وين الفكرة؟ إنه مرات أحمد هاي تلزمني 10 مرات مثلا، فبدل ما أجي أحط هاي الكودز 10 مرات، 1 2 3 4 5، كل هاي الأسطر نسختهم مرة، بعدين كتبت أشياء ثانية، بعدين رديت بدي إياهم فنسختهم كمان مرة وهيك، فبدل ما أنسخهم مرة هون ومرة هون ومرة هون، أنا فعليا بحطهم بمكان واحد مرتب، وبصير لما بدي أحتاج هاي الكودز بس بنادي عليها باسم هذا الفانكشن. فمصطلح function اعتبروه زي كنت أسميه زمان أداة لما كنت أفهمكم، إنه مثلا أبسط function استعملنا معه هو printf. printf هو function تعطوه زي جملة، وهو بيعرض لكم هاي الجملة على الشاشة، تمام. فهو function فيه له اسم اسمه printf، بأخذ مدخل اللي هو الإشي اللي بدي أطبعه، ووظيفة هذا function إنه يطبع لي اللي أعطيته إياه على الشاشة، تمام؟ فبنقدر نستخدم functions ثانية في لها وظيفة ثانية، وبنقدر إحنا كمان نبني functions الخاصة فينا، تمام؟ فأول ما تذكروا مصطلح function، تذكروا printf، وتذكروا من خلالها إنه بعطيه مدخلات بيعمل لي عملية معينة، ومرات بيرجع لي إشي معين، تمام؟ فهي مقدمة عامة. هلا functions ممكن تندرس على مرحلتين، إما أشياء جاهزة زي printf، أو أشياء أنا بعرفها. فبهذا الفيديو بالفيديو الجاي ندرس الأشياء الجاهزة، وبعد هيك راح نروح للأشياء اللي إحنا بنعرفها. فمن الأشياء الجاهزة مجموعة functions بدي أفرجكم إياها بسرعة واستخدام كل واحد. في الفيديو الجاي بدي أعطيكم أمثلة على الكود بلوكس وكود، أوكي؟ في function اسمه absolute apps، موجود في المكتبة اللي اسمها stdio.h، يعني لازم يكون فوق include lstdio.h عشان أكون قادر إني أستخدم هذا الفانكشن، تمام؟ طب شو وظيفة هذا الفانكشن؟ هو absolute value، فإذا كانت مثلاً x أو y زي ما بدكم قيمتها -5، لو حسبت الـ absolute، لو نديت على هذا الفانكشن وعطيته -5، برجع لي إياها، برجع لي القيمة المطلقة لهذا المتغير اللي هو راح تطلع 5، تمام؟ فهاي شو يعني argument؟ دائما تعودوا على هاي الاسم argument أو parameter. شو معناها؟ معناها الأشياء المعطاة للfunction،
معطيات هذا الفانكشن او مدخلات هذا الفانكشن اللي هو في هاي الحاله اكس. اكس شو لازم يكون نوعها؟ شو لازم نمرر لهذا الفانكشن؟ لازم نمرر من نوع انتجر او عدد صحيح، وبرجع لي من نوع انتجر او عدد صحيح، تمام؟ فبالتالي مثلا هون نقدر ما نحطش اكس، بنقدر نحط 5 مباشره او ماينس 5 زي ما بدكم. فلو حطيت ابسولوت فاليو لماينس 5 هو بيرجع لي، فبنيجي مثلا نحط اكس بتساوي هذا الاشي، بصير يرجع الناتج ويخزنه في اكس. بفرجيكم هاي التفاصيل في الفيديو القادم. وفي فانكشن اسمه سيلينج اللي هو اصغر عدد صحيح اكبر من الفاليو، موجود في مكتبه اسمها math.h، فلازم تكون موجوده فوق انكلود للmath.h. كمان نقدر نستخدم هذا الفانكشن، وهذا الفانكشن بتعطوه عدد زي هيك كسري، وبقرب لكم اياه للعدد الصحيح الاكبر، تمام؟ فبالتالي 45.23 بتصير 46. هو باخذ عدد كسري، بقربوا العدد صحيح، بس برجع لكم اياه برضه من نوع عدد كسري، تمام؟ فبرجع 46.0. وفي الكوساين اللي هو الكوساين العادي اللي في الماث اللي هو الكوساين، فبتعطوه اكس اللي هي قيمة الزاوية بس بالراديان، تمام؟ فهو مصمم على اساس ياخذ القيمة بالراديان. اذا بدي اياها، اذا بدي اعطيه شيء بالدرجات لازم احوله للراديان. فبالتالي اذا عندي مثلا 60 درجة لازم اضربها باي واقسمها على 300 او عفوا على 180، تمام؟ فبضرب الاشي اللي بالدرجات عندي باي بقسم على 180، وبعد بنادي هذا الفانكشن بعدين. طبعا باي هي ممكن تكونوا معرفينها فوق في الكود انها 3.14%، تمام؟ فهاي الفكرة. هو في عندي اكسبوننشال اللي هو اي كو اكس هيك، فبالتالي بنعطيه اكس وبحسب لنا اي كو اكس، فلو كانت اكس بتساوي 1 اي كو اكس بتساوي 2.7 زي ما بتعرفوا في الرياضيات، تمام؟ فهي مجموعة functions. المطلوب منا في كل هاي functions كل function يكون نعرف شو بيشتغل، لأنه ممكن في الامتحان يجيب لكم كود في function من هاي functions ويحكوا لكم شو لازم يطلع. لازم تعرفوا إن السيلينج شو بتشتغل، الكوساين شو بتشتغل، وهيك شغلات. طيب هلا الفابس هاي أو اف ابس زي اللي قبل زي الابسوليوت فاليو، بس هاي كانت انتجر مع انتجر أو عدد صحيح مع عدد، أو ترجع عدد صحيح. هلا هاي بتاخذ مش بس عدد صحيح، عدد كسري، تمام؟ فبالتالي بتوجد القيمة المطلقة العدد، مش شرط يكون صحيح، هاي عدد كسري في هاي الحالة. في كمان الفلور عكس السيلينج اللي قبل شوي كان انه بتقرب للعدد الصحيح الأقل من هذا العدد، تمام؟ بس ديروا بالكم في هاي الحالة لو مثلا كان الإشي سالب، مثلا سالب 45.23 بتصير سالب 46، لأنه العدد الصحيح الأقل من سالب 45 هو سالب 46، فانتبهوا للقسط السالب. وفي عندي كمان لوغاريتم، في عندي لوج للاساس 10 بتاخذ فاليو بترجع لي قيمه اللوغاريتم، قيمه اللوغاريتم للاساس 10. وفي الاشياء المهمه كثير الباور وسكوير روت، هذول اهم شغلتين بتوقع. الباور بتعطوها اكس وواي وبتحسب لي، يعني وظيفه الباور بتحسب لي اكس قوة واي، تمام؟ فلو ناديته على باور اعطيته x بتساوي هالكد و y هالكد، بوجد لي 0.16 قوة نص او جذر ال 0.16 كانها، تمام؟ وهي الناتج، برجع لي الناتج هون. باخذ من نوع دبل دبل ك arguments او parameters او مدخلات للفانكشن، وبرجع من نوع دبل او عدد كسري. في عندي كمان الساين اللي هو زي ما اخذتوها بالكالكولس، الساين او الجيب في العربي، بتعطوه قيمة الزاوية وبرضه بالراديانز. وانتبهوا دائما إذا بدنا بالدرجات لازم نضرب باي ونقسم على 180. وفي كمان فانكشن مهم كثير جدا، يعني أنا بشوفه كثير مستخدم وحتى في الامتحانات بشوفه، اللي هو سكوير روت. هذا اختصار لسكوير روت، فلازم تكونوا حافظين كيف بنكتب الفانكشن. موجود طبعا في الماثود اتش، بتعطوه رقم وبحسب لكم الجذر التربيعي لهذا الرقم. فالجذر التربيعي ل 2.225 او 25 اللي هو 1.5، تمام؟ فهو باخذ رقم من نوع عدد كسري وبرجع عدد كسري اللي بيمثل الجذر التربيعي للرقم هذا. طبعا هذا مش شرط يكون اسمه اكس، ممكن يكون واي، وهون بتحطوا واي زي ما بدكم. وفي كمان تان زي ما بتعرفوا انه هو
كيف بوجد قيمة التان للزاوية وبرضه بالريديانز. فبالتالي كل شيء في السي بتعامل مع الريديانز، ما بنتعامل مع الدرجات. وفهمتكم قبل شوي كيف ممكن نحول الدرجات لريديانز. اوكي، فهذا يعني الاشياء المهمة بخصوص الفانكشنز اللي معرفة، بهمني تكونوا عارفين في اي مكتبة او في اي لايبرري او في اي هيدر فايل اسمه موجودين. وكمان بهمني تعرفوا كل شغلة شو بتاخذ من نوع انتجر ولا من نوع دبل، شو بترجع من نوع انتجر ولا من نوع دبل، اذا بتشوفوا كل شيء من نوع دبل الا الابسوليوت فاليو. وهي اهم الشغلات. هلا بالفيديو الجاي بدي اعطيكم امثلة كيف ممكن تستخدموا هاي الشغلات، امثلة بسيطة بس بالنسبة لي كثير مهمة على اساس تكونوا كسرتوا الحاجز مع استخدام هاي الفانكشنز باشياء عمل. فبنشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم.